ولكن احنا بالنسبه لنا غير باش يفهموا الناس. وكنأكد كلام الزملاء، ما عندنا حتى مشكل مع السيد محمد هاني ولا مع غيره نهائيا، ولكن احنا هنا باش كندافع على نموذج تم المساس به، النموذج اللي كتقدم المملكه المغربيه. راه عندنا النموذج الاكثر استقرارا في هذه المنطقه ديال شمال افريقيا اللي كتعرفوها، راه هو المغرب. استقرار سياسي، استقرار المؤسسات، توازن اقتصادي، وشفتوا الازمه الدوليه بونديمي على قد في العالم ومازال حنا كندبروا امورنا، بالاضافه للاستقرار الامني، لان هذاك الجدار العازل اللي هو اليوم ان شاء الله غيوصل حتى للكركارات راه هو سبب استقرار هذه المنطقه واستقرار حتى اوروبا. تنرحب اولا بوسائل الاعلام في هذا الفضاء الجمعوي ديال جمعيه النخيل اللي اليوم عقدنا فيه واحد ندوه صحفيه للتواصل مع الراي العام عبر وسائل الاعلام بشان الحكم الصادر في حق المتهم محمد المديمي على خلفيه متابعته من طرف النيابه العامه من اجل المنسوب اليه. نحن كدفاع للطرف المدني، والطرف المدني في هذا الملف هو مجموعة من الجمعيات التي تقدمت بشكاية إلى السيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش، والتي بعد البحث قرر السيد الوكيل العام إحالتها على السيد وكيل الملك بهذه بمحكمة الابتدائية بمراكش للاختصاص. السيد وكيل الملك أيضا أعطى التعليمات ديالو بإجراء الأبحاث الضرورية بشأن هذه الشكايات، وتم إنجاز محاضر على خلفية هذه المحاضر تمت متابعة السيد محمد المديمي بالمنسوب إليه ومن ضمن المنسوب إليه من طبيعة الحال مقتضيات المادة 265 و267 خاصة الفقرة 7 منها، اللي هي فيها نوع من الأفعال التي تمس بوحدة الترابية وأيضا المس بمؤسسات خاصة مؤسسات الجيش إلى آخره. بالأمس وطيلة اليوم وأيضا الليل تم عقد جلسة للاستماع وأيضا للمرافعة في إطار هذا الملف، وهي جلسة محاكمة. اعتبرنا نحن في دفاع الطرف المدني أنه رعت كل ضمانات المحاكمة العادلة، وتم الاستماع بتفصيل للمتهم في إفادته، وتم الاستماع لمرافعة دفاع الطرف المتهم وأيضا طرف المطالب بالحق المدني، بالإضافة إلى مرافعة النيابة العامة في هذا السياق. ما نرغب أن نوصله من رسائل كدفاع للطرف المدني بهذه المناسبة هو أننا ننوه بالمجهود الذي قامت به الجهات المسؤولة عن الأبحاث القضائية، وأيضا ننوه بالمحكمة من حيث طريقة تسييرها لهذا الملف، كما أننا ننوه بشكل جزئي بالحكم الصادر، على اعتبار أننا سوف نتقدم بطعن بالاستئناف في هذا الحكم. للإشارة فقط، الحكم صدر بإدانة المتهم بأربع سنوات حبس نافذة وأيضا بغرامة مالية، وفي الشق المتعلق بالمدني بالحقوق بالمطالب المدنية تم الحكم بعدم قبولها. بالنسبة لنا من طبيعة الحال سوف نستأنف هذا الحكم من منطلق أننا لم نقتنع بتوجه المحكمة، على اعتبار أن دفاع الطرف المدني تقدم من بين ما تقدم به بدفعين يتعلق بعدم اختصاص المحكمة، على اعتبار أن الأفعال التي قام بها المتهم هي أخطر مما نسب إليه، وأن مقتضيات متابعته تتواجد ضمن نصوص أخرى تجعل من الفعل المنسوب إليه جناية وليس مجرد جنحة. المحكمة وفق سلطتها التقديرية رأت استبعاد هذا الدفع هذا، وسنتقدم بطعن بالاستئناف في هذا الشق، كما أننا أيضا سنستأنف هذا الحكم من منطلق أو في الشق المتعلق بالمطالب المدنية، بحكم أن المحكمة قضت بعدم قبول المطالب المدنية للاعتبارات التي نعتبرها دائما كدفاع وأيضا كمجتمع مدني تنتقص من القيمة من قيمة الإعلان الدستوري للمملكة المغربية سنة 2011. هذا الدستور الذي ارتقى بجمعية المجتمع المدني إلى مستويات عالية جدا، واعتبر جمعية المجتمع المدني شريكة
أو شريك حقيقي لتدبير الشأن العام بشكل عام في إطار ما يعرف بالديمقراطية التشاركية، كما أن هذا الدستور أوكل أو أعطى للمجتمع المدني مجموعة من الأدوار التي لم تتم ترجمتها على مستوى النصوص الموجودة في التشريع المغربي. أكثر من هذا، المادة 7 من المسطرة المدنية لم تعد دستورية وفق المنطوق الدستوري، على اعتبار أنها تستبعد كلية وتضع عراقيل يعني مجحفة في حق المجتمع المدني وتستبعده من مجال القضاء. فإذا هذه أمور كلها سوف نعتمدها في إطار الطعن بالاستئناف الذي سوف نتقدم به، وسنعمل على تنوير المحكمة محكمة الاستئناف من أجل رسم توجه قضائي يتماشى ويساير دستور 2011 في هذا المجال. بالنسبة للحكم في بشكل عام، نعتقد بأننا سوف نستأنفه كما قلت بشكل جزئي، وسوف نتابع هذا المسار إن اقتضى الحال حتى أمام محكمة النقد، لأن قناعتنا جد راسخة فيما يتعلق بما جاء في مضمون الشكايات التي تقدمت بها جمعية المجتمع المدني التي نمثلها في هذا الملف. ومرة أخرى أود أن أشكر منابر التواصل الإعلامي بهذه المناسبة، نظرا لما توفره من جسر التواصل ما بين مكونات الدفاع والرأي العام، وتحاول من طبيعة الحال أن توصل رسائل جميع الأطراف في هذا المجال لمن يهمه الأمر. فشكرا لكم. أستاذ حاتم كار، محامي بهيئة المحامين بالقنيطرة، والمناسبة اللي جمعتنا اليوم هي على هامش الندوة الصحفية اللي نظمناها بصفتنا هيئة دفاع المطالبين بالحق المدني، اللي هما كانوا مشتكين، هما اللي ثاروا الدعوة العمومية قبل ما باشرتها النيابة العامة، لما رأت الصدقية في ما تضمنته الشكايات من معطيات وأدلة اللي منها محضر معاينة واللي منها واحد العدد ديال الأمور. طبيعة الحال القضية خدات المجرى ديالها العادي، وبحثت فيها الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة، وتكونت واحد العدد ديال المعطيات اللي كتبين الحقيقة اللي حنا كنناقشوها اليوم. وكيف ما سبق وقلنا، ما بغيناش نناقشوا هذا الشيء من قبل ما يصدر الحكم باش ما ناثروش على السلطه القضائيه، وهذا بديهي، كذلك احتراما منا لممارسه المهنيه. ما حناش دفاع كيترفع في التروطوارات، الدفاع الذي يحترم نفسه يناقش مجلس الحكم وكيعطي المعطيات للمحكمه وما ياثرش على المحكمه. وملي يكون عندنا حكم حائج لحجيه الشيء المقضي به، كيف ما اليوم كاين حكم صدر في الصباح الباكر، أدانا السيد محمد المديمي بأربع سنوات حبس النافذة من حيث الأفعال اللي منسوبة ليه. هذه الأفعال شنو هي؟ حيث الناس كثيرة كيحسب لهذا الملف هذا عنده أبعاد وعنده ارتباطات، المتابعة واضحة، التحريض ضد الوحدة الوطنية وإهانة هيئة منظمة اللي هي القوات المسلحة الملكية اللي على رأسها جلالة الملك نصر الله القائد على القوات المسلحة الملكية. هذه المتابعة، ما كاينش حاجة أخرى، هذا هو الملف، وهذا هو الملف اللي تدان فيه محمد المديمي، وهذا علاش حنا حاضرين، لان اعتبرنا من خلال الجمعيات اللي حنايا نبني عليها كمطالبين بالحق المدني، كنقولوا للناس كل من سولت له نفسه المساس بقضيه الاجماع الوطني راه كيعرض نفسه للمساءله، ماشي كيعرض نفسه للمساءله في اطار العداله الخاصه ولا في اطار تمييع الكلام او الكذب على الراي العام والادلاء بمعطيات اللي هي مغلوطه. اليوم من حقنا ومن واجبنا نقولوا الحقيقه كما هي، راه الاعضاء ديال المكتب التنفيذي ديال المركز الوطني لحقوق الانسان اللي كان كيتراسوا المديمي، الاعضاء المكتب التنفيذي اللي عنده راه قدموا منهم استقاله قبل وقدموا منهم استقاله من بعد، وتبرؤوا كاع من هذا الشيء، وكلهم كيقولوا باللي المسوده راه حرها المديمي هو اللي صوبها. ما يجيش يقول لنا السي المديمي راه مفبرك، اي الا كانت مفبرك عطينا شي نسخه اخرى نشوفوا فين هي النسخه الاصليه باش نعاد نشوفوا هذه كيفاش تفبركات، ما كاينش. وهو يقر انه هو اللي بارطاجا هذاك التقرير في مجموعه الواتساب ديال المكتب التنفيذي، هو اللي رسلها للصحفي اللي منها تنشرت وخرجت للعلن. هذا الشيء كله ثابت بالمحاضر، ما كنتكلموش في الفضاء، ما كنعطيوش احكام قيمه، ما كنعطيو احكام مسبقه. اليوم نناقش وقائع ونناقش حكم حائز لحجيه الشيء المقضي به، فما نكذبوش على المغاربه ونقول لهم الحقيقه. وهذه رساله ان اي شخص، ان السيد محمد المديمي شاءت اقدر انه يكون ضانين في هذا الملف، ولكن راه كاين ناس اخرين من موراه. إذن احنا بالنسبة لنا ما عندنا علاقة بهذيك الدعوة العمومية، النيابة العامة كتولاها، ولكن بالنسبة لنا احنا أيا كان من موقعنا ومن موقعكم انتم كإعلام والمواطنات والمغاربة كاملين غيتصدوا لأي واحد كيمس بالوحدة الترابية وبالقضية الوطنية الأساسية ويهين مؤسسة هذا الوطن، راه ما غنسمحوش بها. انتقاد
مقبولش. النقد على الرسول العين وحين تتكون النواقص في البلاد كنقولوها بالليل وبالنهار وبشدة وبحدة وحتى واحد ما كيحبسنا، ومرارا قلنا رجعوا غير التصريحات السابقة ديال كاع الناس هذو كلهم. فاليوم حتى واحد ما يزيد علينا، النضال سيمة مشتركة من المغاربة كاملين، الوطنية وحب الوطن هذاك قاسم مشترك منو كنبداو ندوزو الأمور أخرى اللي سميتها الإنتاج لفائدة هذا الوطن، المساهمة في التنمية والاستقرار والتوازن ديالو. عدا ذلك حتى شي واحد ما يمن علينا بمفاهيم مغلوطة ويكذب على المغرب. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.